بيوتي باي ليلى عبيد. اليوم رح نحكي عن بعض الأمور يلي بيتأثروا فيها الناس خاصة لما بيحاولوا يعملوا يعني بيوتي، رح سميهم بيوتي ميستيكس لا العمر لا المناخ لا الوقت بالسنة لا بيكون مناسب لهالشي. ليلى صباح الخير. صباح النور. شي جيد بالمبدأ أو شي بيجمل أو بيساعد بوقت خطأ ممكن يكون عنده أثر سلبية على مدى طويل. نحن تعودنا نحكي بالأعمار، يعني إذا منكون موجودين قدي عمرك، شو كان عمرك وقت ما بعرف شو، قدي عمر أمك، خيك الكبير. الأعمار دايما منحب نعنونها، ما منعنون المراحل. حتى المراهقة المراهقات إذا بدنا نحكي التين ايجرز بمعنى سن الرشد، لما نبلش نقول أنا صرت بسن الرشد بفكر حالي بنضوج، بقى خلينا نقول إنه هي مراحل من العمر، مش هي العمر بحد ذاته، لأنه بتختلف مراحل العمر حسب المرحلة اللي عم نمرق فيها مش عمرنا. يعني إذا بناكل كتير إشياء خاطئة بمرحلة بكير منشوف صار في نمو أسرع، وهيدا الشيء اللي ما بيعود الايج نقدر نحدده. حديثنا كان النهار الثالثة عن المراهقات وأيمتى بيسوى بصح للمراهقات أنه يعملوا أي شيء. عم نكمل يوم بالحديث ألبير، لأنه بدنا نقول أنه ما بدنا نقول لا للعمر، بدنا نقول للحالة، وهذا المقدمة اللي بلشت فيها. الحالة اللي هي بتقول أنه أنا إذا ولدت عندي شعر كثيف أسود تحت القبط على الإيدين على الإجرين، ما في يجي يقول ممنوع، بدي أقول شو هي الخيارات. الخيارات هي أو إذا كان شوي مقبول أني شقر هالشعر باكرا، يعني ما بين سن التسع سنين وما فوق، أو أخذ قرار استعمل الكريم يلي بيزيل الشعر من خلال وضعه، أو قص الشعر أي الرزوار يلي هي بتكون أحد القرارات، أو واكسينج أو شوغرينج. الفرق بيناتهم هو الانتباه. إذا كان القرار للواكسينج أو شوغرينج صراحة يمكن أنه ما منفكر فيها، أنه بعض البنات بروحوا على البحر دغري فورا من بعد هالعملية ما تتم، وهيدا الشيء بيسبب تصبغات وبيعمل ألرجي. الجزء الثاني إذا تم فرك الأريا بألكول أو بحامض، كل هالأمور هيدي بتسبب حساسية، وهون لازم نتعرف أنه ما لازم نحط شيء غير ناخد شاور. ما ناخد شاور قبل ما يتم أي شيء لنزع الشعر، إنما يكون من بعده. كريمات مرطبة أو مرطبة كلها هيدي صحيحة. بالنسبة ألو فردي اكسلنت، هيدا الشيء لازم يضلوا موجود بالبيت لكل على البلكون اهيا نشتلي لتطلع عنا، وما بده شيء غير انه نقص ونشيل ونستخدمه. فينا نزيد لها شوي كوكونات انا بستخدمها أويل بعد نهار شمس اذا احترقت اكسلنت، وبتشيل كل الاحمرار ومريحه ومرطبه. كمان في شيء البير يلي ما بننتبه له، انه منفكر بالاسيتون والفيرني. اذا قلنا انه انا بدي احط فيرني ولا بد، وهيدا سن انا قررت انه بدي احط، طيب خلينا نكون القرار للاسيتون يكون ديسولفون، ما يكون فيه اسيتون، لانه مع الوقت بنشف حول الظفر وبالتالي منضر الظفر. بس في شيء السيدة لازم تنتبه له ويكون في عندها وعي عليه، وهيدا كتير أساسي، هو إنه الأظافر لما منغسل إيدينا كتير وما منرطب، حتى السيدة هي أو لما بيتم الاستحمام كتير لازم نحط جان على بإيدينا لحتى ضفير ما تتعب. سو خلينا نقول للبنات إنه يكون في عندهم كريم كونديشنر. بالنسبة للشعر هون عم نشوف بس على موضوع الإيدين بعتقد حكينا فيه كتير، بس بهالفترة شباب وسيدات يعني عم نزيد شوي من نسبة غسل الإيدين على الكورونا، تسرسب أو خوف أو انتباه، لأنه هدول من الأشياء الإرشادات اللي لازم أكيد، فمعرضين بهالفترة أكتر لنشاف بتصور.
مش بس النشيف صراحة عم بيكون في إزعاج تام عند الأشخاص إنه بحسوا صار كراكي حتى صار في بشاعة على الإيدين إن كانوا صغار حتى بيحمروا. في بعض الأشخاص إذا كانوا فاتحين بصير في أحمر عند العظم يلي موجود هون النافر بتحس إنه صار في إحمرار كتير قوي. هون بدنا نقول إنه الكريم المرطب ضروري يكون على المغسلة على طول. لكن كنت عم تحكي عن الشعر؟ عن الشعر بدي بلش أقول إنه كتير بيستهوي البنات بسن الرشد والمراهقات إنه يشدوا شعرهم. لاحظ هالشي شو منلاحظ؟ منلاحظ صار في تراجع عند الجبين يلي هو هالوبرات الصغار يلي هني بيتأذوا. بدي أقول إنه دايما خلينا مرة نفرق شعرنا على اليمين مرة على الشمال مرة لقدام مرة لورا ومني شعرنا مشدود. بس شو المشكلة؟ ما فهمت شو المشكلة. إنه لما منشد كتير الشعر لورا بيصير في عنا هيدا حتى الميكانيكي. بس هيدا نورمال؟ هيدي مشكلة؟ هيدي يعني مشكلة. هيدي مشكلة إذا منعملها من وقت للتاني اتسوكي. بس إذا عطول أخذنا ستايل أنه أنا شعري بشده على طول مع الوقت هيدي المنطقة كلها بيتراجع الشعر ميكانيكلي، يعني أنت عم تسبب بتراجع الشعر. فينا نستعود عن هالشي نحط بوندانا ناعم، فينا أنه من وقت للتاني نفرق مرة يمين مرة شمال مثل ما كنت عم بقول. ولاحظ هيك شو كيوت، يعني فيها هيدا منا مرحلة صيفية، ولكن بعض الأيدياز بتكون إنه نشد شعرنا لورا دايما it's not a good idea لحتى منظر شعرنا. الصبغة. بس ليلى ما برأيك ما لازم نركز كتير على التفاصيل هالقد؟ يعني نحن عم نحكي إن يانج وفريش يعني ونجي نقلا ممنوع وكذا يعني صحيح عقد إضافية بركة بغنى عنا كتير مهم يلي عم تقوله. أنا اللي عم أقوله من عقد، بس لما بيكون شخص طيب رح نحكي فيها يعني. منجيب بعد لحظات. ليلى عبيد عودة لحديثنا. كنا عم نحكي عن شد الشعر وسألت لك برة الهواء أنه أنا بسألك هيك أسئلة لأنه أنا بعرفك أنت بتعرف تجاوبي عليهم. صحيح. موضوع لما بنحكي عن ستاندرز معين للبيوتي ما نوقع بمشكلة أنه نعطي عقد للناس حولهم، وكان عبالي وأنا كتير بحب أقول ألبير نحن عم نقول كل هالإشياء تما نوقع بالعقد، لأنه شو بيصير بالبنات لما بعد فترة بيصير هون فراغ بتصير معقدة إنه كيف بدي أتصرف وما في غير أرجع شد شعري وما في أربط شعري لأنه ببين من هون في فراغ. كل العقد يلي بتصير بالمستقبل نحن مجرب نتجنبها، وهيدي هي السبب. مثل ما كنا عم نحكي عن إنه الصبغة لازم الصبغة بمرحلة كتير بكير ما نقوم فيها، بس إذا كنا منا نقوم فيها نستعمل شيء فيه أمونياك، شيء ما فيه أمونياك يعني خالي من الأمونياك. نستعمل أي شيء يعطيك شوية تلوين إذا مضطرين بدون أمونياك. ليه؟ لحتى بالمستقبل ما يصير في عنا عقد إنه شعري خف شاب بكير نشف، كله سببه إنه بصير في عنا مشاكل مستقبلية اللي هي بفعل الصبغة وبفعل البيرمز يلي بتنحط بسن كتير مبكرة. عندي كتير عم بيكون في شعر هيك مجعد دير من دار، بدي أعمل جيتوكس. جيتوكس يعني بشيل هالشعر يلي كتير هيك متطاير دير من دار. بس يا هل ترى بيسوى بعمر 9 سنين؟ أكيد لا. قبل سن 16 ممنوع، لأنه جلدة ثروة الرأس تبقى كتير حساسة. إذا وقعنا بمشاكل حساسية هون بكون عملت لها عقدة إنه ما فيها تصبغ بالمستقبل لما عندها شعر أبيض، لأنه بتصير جلدتها حساسة. كتير حلو يلي قلته وأنا كتير بحب أحكي عنه. منرجع على شيء اللي هو بالنسبة اللي حكينا عن نزع الشعر. نزع الشعر حتى أنتو كشباب شو بقولوا لكم دايما كيف تحلقوا؟ من فوق لتحت. من فوق لتحت. بتجي البنت لحتى to shave her legs شو بتعمل؟ بتحلق من 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 تحت لفوق. هو لازم من فوق لتحت، والأهم نعرفه إنه ما يكونوا long strokes مثل ما كنا سبق عم نتحكى سوا، بده يكون short strokes نعلي الإيد
ونرجع نمرقها، نعلي الايد ونرجع نمرقها، تما نزعج الجلده ونشيل خليه ميته ونقص الجلد ويصير في للمستقبل مشاكل. اي متى بصير في مشاكل كبيره اذا حطينا شيء بيطهر دغري فورا بعد النزع بلش يصير في عنا نقط بيض يلي هن اللون فاتح بالجلد. يعني حتى الرجال بتذكر مثلا لما كنت تشوف جدي او بي كان ينحط افتر شيفيون كحول، صحيح بتذكر انه اول ما كمان بلشنا نتعلم انه بيحرقوا هول كتير، بس هيدا مش حل وهيدا اكبر خطا. هيدا من الاخطاء لما بتحلق شو بتحس حالك بدك تحط شيء بيروق، شيء بيروق كالمينج. بالماضي كان انه برش شويه سبيرتو او افتر شيف يلي هو بسميه افتر شيف يلي هو ما بيكون افتر شيف، بيكون بمعطيات اودوكولون كان مشهور كثير، اسماء مثل سونكاتورز وما بعرف شو هيك اشياء كان الكل يستعملون لان يعتبروا انه تشيبو بينحطوا بالحمام وفينا نستعملون. وهيدي الاسباب المشاكل يلي بتتقطع عند الشباب يلي ببلش يصير في عنده حب الشباب، او عند البنات لو بصير في عندهم حبوب يلي هي بما يسمى بالاكني، بس هي حب الشباب. كمان شو يعني حب الشباب؟ يعني في دهون ما عم ننتبه على الدهون انه تو بالانس. كيف بعمل بالانس بهالعمر؟ بلش يكون عندي صابونه مطهره لعمري يلي هي صح ولا لبشرتي؟ هي لبشرتي، ما دخل عمري هون بدي اخذ بشره دهنيه، يعني بدي احط صابونه للبشره الدهنيه او موس للبشره الدهنيه وبلش طهرهم. وزور الطبيب لما بكون بلشت اوقع بمشاكل الحبوب، ما امسك الحبه واكبس عليها، فوت عند بيوتيشن واي نوت لحتى يتم تنظيف الوجه بما باشياء بطرق صحيه. هيدي بعض المراحل. ولكن في شيء كمان كثير اساسي اذا توجهنا ما بين الانف والعينين. فيرست بدي اقول انه رموش ما نعجل نحط ماسكارا، نجرب دائما نقول انه رموشنا لازم ندلكهم بشيء شوي زيت الخروع، زيت الكوكونات من طرف الرموش اذا كانوا خفيف. بس بلش الا من هلا انه رموشك خفيف وبعد ما بين شيء هيدا الموضوع لازم. اذا هي مزعوجه بدها تحط ماسكارا بعطيها ركور بسير، يعني بتعمل هيك بالكيرلر بتقلب رموشها وذاتس ات. بالنسبه للعوينات او اللينسز، اذا بلشنا نحط كل الوقت نترك العوينات على عظمه الانف، مع الوقت بتترك يا تصبغات يا بصير في عظمه صغيره. واذا بلشنا نحط لينسز بعمر بكير رح يصير فينا شايف عند العينين. انا ما عم خوف البنات وما عم وجههم كثير، ولكن بنشوفهم حلوين وكيوت، بس دائما الام تنتبه على نوعيه العظمه. مش كل الاولاد بيشبهوا هاري بوتر كمان، مزبوط يا مرا. بس بدي اقول شيء انه اختيار نوعية العظم يلي مصنوع منه العوينات لازم ننتبه انه يكون مش تقيل، مش بس شو بيلبق لنا بهيدا العمر، بده يكون كتير وزنه خفيف وما نحطه كل الوقت لما ما في ريزن. هيدا شيء كتير اساسي. ننهي حديثنا حول هيدا الموضوع. انا بقول انه الوقاية مهمة، مش الحديث عن توفير الاشياء الصحية اكثر من ما نحكي عنها. ولما منطلب الاشياء الخطأ نوجد البديل لحتى يحفظوا الاشخاص الاشياء الصحيحة مش الخاطئة. للعبيد شكرا لهالمقابلة. في اقول شيء قبل ما ننهي؟ كنت عم شوف مع البير انه عنده دجاجة فقاسيت. وانا بدي اقول شيء كتير حلو انه بلشنا نفكر هيك بالطبيعه بالاشياء الحلوه، قد ايه هيك هابينس من نحن وصغار لما بنتفرج على دجاجه انه صار في هيك ولاده جديده. ان شاء الله هالبلد بسيطه واشياء هيدا، وان شاء الله البلد يصير في عنا ولاده جديده نفرح فيها كمان. ميرسي ليلى. على فكرة على موضوع الجنينة رح يصير في تغيرات بما تبقى من نهارنا، ورح نستبدل الفقرات بفقرة نيتشر عن جديد. تابعونا لتعرفوا ليش.